السلام عليكم، معكم محمد بصري ورجعنا بفيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم على شيء رائع جدا جدا، ترابط محترم جدا. بس قبل ما نتكلم على ترابط ده، تعمل لايك وشير فقط فعل سبسكرايب بسرعه كل فيديو ده بنزل. رجعت تاني، ترابط ده حاجه ممتازه جدا جدا وسعر قليل، وحتى يعني مقاسه صغير جدا، يعني حاجه كده ما فيش حاجه صغير جدا، فخامه وشكل وحاجه جامده جدا. الاجزاء دي اللي احنا شايفينها دي اللي انت بتثبت عليها جزء على السطح زي سطح الازاز، تمام. في جزء تاني انت بتثبت عليه مثلا الموبايل بتاعك، طبعا في جزء المعدن ده، وده جزء فاهم كويس كده تقدر تبنيه كده، تمام. يعني جزء معدن محترم جدا، لونه حلوة سيلفر كده في الأزرق ده، فأنا حاجة ممتازة جدا جدا. لو انت من حالات بتحب تاخد صور كتير، طبعا انت هتحتاج حد يصورك كل شوية، فالترابط ده هيفيدك جدا جدا جدا. انا اعتبر اكتر من 20 اخر 20 صورة تقريبا على الجهاز بتاعي كنت مستخدم الترابط ده. فبلاش كلام نظري ونيجي ونستخدم الترابط ده ونشوف الكلام العملي بقى. يلا بينا كده دلوقتي ناخد الترابط ونروح نثبته كويس كده، وهنثبت عليه الموبايل بالشكل ده، تمام. بس هو كده الموبايل مثبت، فاحنا نقلب الكاميرا ونجيب الكاميرا كده زي ما انتم شايفين. احنا ثبتنا كده الموبايل بتاعنا على السطح الاساس كده، انها تقدر تاخد الفيديو بتاعك بشكل فعلا حاجه ممتازه جدا جدا. كمان لو انت عايز تاخد صور هيبقى الموضوع سهل جدا، مش هتحتاج ان حد هو يجي يصورك، لا انت هتثبت الرابط بتاعك على سطح الازاز زي ما احنا مثبتينه كده. تأكد انت مثبته كويس عشان الموبايل بتاعك متنزلش على الشاشة. السلام عليكم كده، كل حاجة انتهت. بس يا معلم، بس خلينا دلوقتي نرجع للاستوديو وبس كده. كنا وصلنا لاخر فيديو، عامل بلوك شوف القناة وتفعل زر وتفعل شعار كل فيديو تنزلها، وانتظرنا فيديو جديد. والسلام عليكم.